مباراة صبيح 23 32 سنة، خريج أدب كلية جامعة صنعاء، أدب إنجليزي، رياضي سابق في رياضتي الجودو والتايكواندو. كنت حاصل على يعني مركز في اليمن يعني في الرياضة. في البداية أنا بدأت أرسم في 2001 بدعم من الأسرة كcontemporary art، بس وبعدين في الثورة جاءت في 2011، كان في حالة إحباط بعد عملية السلع على الثورة من قبل الثورة المضادة ومن آخره، فخرجت للشارع كوسيلة تعبير، محاولة التعبير عن حالة الإحباط وأيضا لمحو أثار الصراع اللي حصل في صنعاء في المدينة اللي نعيش فيها. الفن هو عبارة أول شيء عن وسيلة مقاومة، يعني تعتمد على البيئة اللي هو موجود فيها الفنان، وأيضا الفن هو مرتبط يعني بحرية التعبير، بالعدالة، فعندما يكون الفنان في وضع غير طبيعي مثل الحروب مثل الصراعات يستخدم الفن كوسيلة للتعبير عن ذاته برضو، وقبل هذا هو تعبير عن كونه من ضمن المجتمع اللي هو فيه وتعبير عن المجتمع. طبعا المرأة الموجودة في الجدارية هي معبرة عن السجناء والسجينات خصوصا الذين يتعرضوا للتعذيب وخصوصا الاغتصاب، واللي يعبروا أيضا على جرائم التعذيب التي تطالهم كل هؤلاء الناس، وخصوصا الناس اللي لا يملكوا أحد يدافع عنهم. حول الوصف نفسي ما أحبش التسمية معي بشكل معين، أترك للناس لهم حرية وصفي، والعمل هو ما يصف نفسه. رسالتي حسب يعني رسالتي تعتمد على كوني في البيئة اللي أنا فيها، اليمن بلد فيها صراعات ودمار وحرب وحروب، وأسرتي أصدقائي هناك، فأكيد بتنتمي إلى محاولة المقاومة عبر الفن. هذه بتكون أول مرة لي أعمل فيها عمل جداري مرافق لحفل موسيقي. Je suis musicien et concepteur d'instruments et improvisateur. Donc je fabrique des instruments dont je joue, qui sont destinés uniquement à l'usage, et j'improvise au sein de différents groupes ou avec comme ça en performance. Brad va peindre le texte sur le mur et je vais jouer par rapport au texte, par rapport à sa gestuelle. Il va y avoir des bourdons, des drones, des instruments qui ne sont pas forcément des instruments de musique, ça peut être des objets, des trucs, des machins. Le projet de Mourad est quand même très fort, chargé d'émotions, d'angoisse, quoi. La guerre, la torture, des milices, un pays livré à c'est pas quoi, c'est pas qui. Ça fait peur, c'est cauchemardesque. Thank you.